مساء الخير عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفصل ديال الشتاء يدخل عليكم بالصحة والسلامة والعافية، واللي مريض الله يشافيه، واللي بعيد الله يوصله لحبابه، والله يجمع الناس اللي مشتين في الدنيا هذه. شحال هادي ما درنا شي وجيبة، واليوم فكرت نديرو هاد الوجيبة هادي مع شويش كاين البرد وديك الشي. ألوغ غادي نستعملو في هاد الوجبة ديالنا، غادي نستعمل شوية الفيلي ديال هادك حوت بيض جاي من واحد البلاد يقولوا ليها ايسلندا ايسلند، وفي هذا غادي نستعمل على طبق على طريقة طاجين، مي غادي نستعملو غير في كيف تتعرفوا هكا في عرفين بوال عادية في متوني، يعني ماشي هذا. المهم غادي نحتاجوا في هاد الوصفة هاد الحوت بيض، كنت خصني نديرو فخي زعما نقليه او لا نديرو سوطي ولا نديرو، ولكن انا غادي نشوف حيت كاين فيه بزاف ديال لي فيلي ضرنيت غادي نقسمو. غادي ندير شويش في هاد الطاجين وشويش نديرو ان سوب ولا نديرو ان غراتان ولا شي حاجة. المهم انا وما كرياسيون اللي غادي نحل هذاك الباكج، غادي نحتاجو غير لي بوم دو تير اللي هما بطاطا عاديه البيضاء، وغادي نحتاج لي زوليف الحمرين تيجيو مساوين مع هاد الحوت هذا، وغادي نحتاج شويش الثومه وشويش ديال الكركمة، ومن طبيعه الحال غير نصب بزيت العود والملحه والبزار. هذا هو اللي كاين، وهانتوما معنا. الوغ كيف قلنا لكم غادي البطاطا ديالكم لي بطاط تقطعوهم على الطريقه اللي بغيتيو نتوما، يا غونديل مدورين اولا اوندي مربعين كيوبس وهكا كارويات، تقطعوا على الشهوه ديالكم. الطبق هذا ماشي يعني الطبخ كاين بحال شي كرياسيون اجتهاد ديال شي انسان، تي ماشي بالضروري ان تبعوا واحد القاعده، يعني ممكن تكون عندك انت واحد القاعده ديالك وتبدا بها، او لا تبدل من المنظر ديال الطبق ديالك. هذا هو اللي بغيت نوزع مع نشرك معكم، هذا هو اللي كاين. المهم نرجعوا معكم عاود. فواحد المقله ديالنا تنشدوها بحال هكا، فهمتوا ماشي بالضروري يكون طاجين، تنعملو الزيت ديالنا شويش نصب عندكم ميزانكم. انا تنصب بالزيت البلكية. المهم وترميو هاد فيه هاد التومة ديالنا، والله يخليكم ما تحرقوش التومة ديالكم، ما تحرقوهاش. غادي نشد الكركمة ديالي حتى هي نحكها، ما قشرتهاش ولكن مزيان الكركمة ديالي مزيانة هكا تتحرقها غير شي شويش. هادي تنحثكم عليها دائما ديروها مزيانه انا، وترميو الزيتون ديالنا حتى هو تيتسوط حتى هو. بعد ما تحمرت لينا الثومه ديالنا والزيتون ترميو هاد لي بطاط، ترميوهم فوالا. انا قطعتهم هكا كيوب صافي، تنغلقوا عليهم بعافيه الهيله. انا من الناس اللي ما تنديرش الماء في هذا، تنخلي الخضره تطلق الماء ديالها. نبزرو شي شويش فوالا،
بالزرو و تنملحو تنملحو تن بالزرو فوالا هذاك الزيره فوالا فريش و تنصوتيو فوالا و تنخليوه يتلق مع راساتو يا سلام ريحة البحر عاطية فا هو ماشي فريش فريش ومصيد مصيد طبيعي يعني ماشي داك يعني الشباك العادي العادات التقليدية الو غادي نشوفو شحال عندنا هنا ديال لي فيلي كاين واحد فوالا غادي ندير ثلاثة في هاد الطاجين وواحد غادي نزيد معاه شوية الكالاماغ وشوية ديال لي كروفيت وغادي نديرهم إن سوب فوالا حنا معاكم تنحركو لي باطات ديالنا فوالا طيب حنا عندنا دغيا هادشي تيطيب تو دو سويت تتبقاو غير هكا هكا تتخليوه يتعرق ودغيا تيطيب الاخوان سمحوا لي نسيت ما شرش واحد الحاجه وهو سكينجبير نسيتو سكينجبير نسيتو كوم انا تنحاول نسهل الطبخ على الانسان اللي خدام بوحديتو تيجي معطل من الخدمه تيدوز لو مارشي تياخذ شي حويجات هكا خفاف ظراف ويدوز ويجي يدير ان غوبا لراسو خفيفه ظريفه على محال لي باتات ديالنا بدات يدخلهم الطياب حيت تعلقوا المهم سكنجبر غير نسيتو ها هو زدتو دابا ها هو غير خلطتو فوالا نغلقو عليهم مازال شي شويش الاخوان هذا كان جا ان فيلي كبير هكذا ولكن انا كم قلت بلا ما نخلي ان فيلي كله هو غليظ نديرو في السوبا الوغ حيدت غير الديوله فهمتوني حيدت غير الديوله ها هما يعني الصاص اللي رقاق غادي يجيو رقاق في الطاجين حيدتهم ديال هاد الربعه ديال لي فيلي هكا غلاط جوج اربعه حيدتهم هما اللي غادي ندير بهم السوبا ديالي وهانتوما معانا بعد ما لي باطا ديالنا طابو زدت لي فيلي دابا ديالنا غادي نزيد شي شويش الملح من الفوق جوست واحد 5 مينوت وغادي نطفيو عليه فوالا تنبزرو والقزبر والمعدنوس بوغ والحامض بوغ الكارنيتور غادي نديرو غادي نزيدو حتى يطيب تقريبا هانتوما معانا بعد ما رمينا الحوت ديالنا و تيطيب غادي نديرو كوم اكومبانيمون ديال واحد هادي السكواتش ديال رفيتي درتها ولكن غادي نعاودها لان هادي قرعه موجوده عندنا على طول العام يعني تجي خفيفه ظريفه غادي نديرها على شكل سوب هي اللي غادي نرافقوا بها الطبق ديالنا السمك ديالنا طاب صافي طاب تنحطو اللمن كيف قلت لكم اللمن بحال هكا تنحطوه طروفا هكا طعناهم و تن نديرو بهاد فوالا هذا ديك الورقة الرقيقة ديال اوفا سيلانترو سيلانترو الربيع ماشي الربيع الربيع هو اون جينيرال مي سيلانترو
المهم الورقه الضعيفه، الورقه الرقيقه ما تيتغلطوا لي بالعربيه ما تنعرفهمش خوتي سمحوا لي، انا سي كوم سا تعلمتهم بالفرنساويه. اتانك لو بيرسيل لو كورياندر كورياندر تندن هكا. المهم ها هو 5 مينوت والطبق ديالنا يكون موجود. ومرحبا بكم الاخوان ديالي. سمحوا لي سولت الام ديالي قالت لي هذا هو المعدنوس، الورقه الرقيقه هي المعدنوس، هي اللي سولت الوالده ديالي على محل. غادي نزيدو شويش تنزيدو نبزرو في اخر كده تنبزرو شويه ديال شويه الملحه وكم هذا تنزيدو شي شويه ديال التبزيره وصحه وراحه. مساء الخير عليكم عدة من جديد. باش غادي نكومبانيو الطاجين ديالنا ديال الحوت، ها هو اللي صافي الطاب. غادي نعملو سوب ديال هاد القرعه وغادي ملحمه هادي شي شويه ما فيهاش الزرع، يمكن الزرع غادي تكون في هاد الجهه هادي، وانا تتعجبني السريعه ديالها على محل نقطعها ونعاود نولي معكم. كيف قلت لكم ها هو داك الطرف التالي لتحت هو اللي لقيت فيه الزريعه. هاد الزريعه هادي اخوتي انا تنحماق عليها تنحيدها وتن تن 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 ماشي نقليها تن تنديرها بحال مول الزريعه، تنصوبها بشويش الملحه وتن ناخذها كوم هكا بريكول هكا جالسه في الطبله وناكلها. بغيت غير نوريكم واحد الفكره حيت هاد الخضره صعيبه في التقطاع ديالها، الا جاتكم صعيبه تتنزلوا عليها غير بحال هيدا تو دو بحال هكا باش ما لي تجي هذا، وفي التقشير ديالها باش يجيوك لي مورسو صغار ودير ليها بحال هكذا فهمتوني، يعني باش تجيك صغيره وسهله تيمكن لك تقبض فيها بسرعه فهمتوا. هذه غير معلومه بغيت نزيدها للاخوان يعني باش تجيكم سهله، لان ما يمكنش هذه خضره لان عندها هاد القشره هذه صعيبه وقاصحه، يعني خصك تقطعها طروفة صغار باش يمكن ليها باش يمكن لك تحكم فيها وتقشرها قشيرات هكا كيف قلت لكم هكا نعاودها بالطرف هكا باش يمكن لك باش تقبض فيه بحال هكا تقبض فيه تيجي، لان القشره ديالها صعيبه، القشره ديالها الا بغيتو تقولوا مشمعه صعيبه في هكا في سميتو في التقشير. هذا هو اللي كاين معكم. بعد ما قطعنا اليقطين ديالنا اللي هي القرعه هذه تتسمى سكواش ديال تيقولوا لها سكواش سمر، ولكن هي تتكون تقريبا الاكثريه في الخريف، غادي نعملوها باش تسلق لينا فوالا. وهذا الماء اللي غادي نسلقوا فيه هو اللي غادي نطحنوا فيه ونزيدوا اللقامه ديالنا نبزروها ونملحوها كيف ما بغينا ونقدموها، يعني في هذا الماء ديالها تيمكن ديرها ما يمكنلكش تصفيها. اليقطين راه مذكور في القران وحد الخضره اللي مهمه نوصيكم تاكلوها في لي سالاد، تاكلوها مشويه، تاكلوها في لي جو في العصائر، تاكلوها خضره لي مالا خضره بحال هكا او مورسو ديروها تاكلوها في لي سالاد ديالكم، تاكلوها كيف ما حبيتيو يعني خفيفه مزيانه وصحيه. غادي نزيد غير الملحه ديالي ديال السلق وانا معكم. فوالا نسيت ما فكرتكمش ما وريتكمش هذا، شوفوا تبارك الله وصلى على النبي شحال الزريعه فيها. هاد الزريعه هادي غادي نشدها وغادي نحمرها بشويه ديال المليحه.
ناكلها حتى هي، حتى هي راه صحيه بزاف بزاف. الزراعه ديال القرع راه مهمه للصحه ديالنا. بعد ما تسلقت لينا القطين ديالنا اللي هي القرعه، غادي نطحنوها. اللي ما عندوش هذا تيمكن له يطحنها غير بطحان ديال العصير عادي. وغادي نبزروها بطبيعه الحال بشويش ديال زيت العود والبزار والملحه كيف على حسب الذوق. وغادي نزيدو فيها شويش ديال القرفه وشويش ديال ديال الكلوفز هو القرنفل والسكنجبير من طبيعه الحال، وهذا الكركمة اللي تنحتكم عليه دائما. هذا هو الزعفران الفريش والجينجر حتى هو السكنجبير الفريش، والجوزة غنحك فيها نسمها شويه الجوزة. كوم هذه سوبا خفيفة ولكن ديال المشتا ديال فصل الشتاء، باش يمكن لها تسخن شي شويش. غادي نهزو ونطحنو بحال هكا. نطحنو ونرجع معكم لان هادشي هدا فيه الصداع. بعد ما طحناها تنزيدو شويش القرفة، غير شويش عندكم تكثروا غير شويش عينكم ميزانكم. ومن طبيعه الحال شويه ديال كيف قلت لكم ديال القرنفل غير باش تنسمو، وتنزيدو شويش ديال سكنجبير. هاهويا شويه ديال سكنجبير. فوالا سمحوا لنا على الكوزينه ملونه اليوم ماشي هذيك. وما تنساوش الناتميك اللي تنحتها هي مزيونه تمون السيب مزيان. غادي نحكها دابا فريش. تنزيدو الملح والبزار ديالنا على حسب الذوق. وهاد السوب هادي راه يمكن ليها تمشي تزيدو عليها واحد تترافق مثلا الا بغيتو كترافق، الا بغيتو تزيدو فيها الكريم تزيدو فيها لي دانون ولا لي فروماج ولا هذا. غتغلي واحد 5 مينوت على ما جو في لا رومي كوم سا باش تخلطو هذا ديالنا. صحيحو لنا الكوزينه مرونه هنا. خمس مينوت با بلوس وتزيدو طفي صايي. هنا كيف قلت لكم حنا كلشي تيطيب عندنا دغيا شوفي. ورجع معكم. الطاجين ديالنا ها هو وجد، والسوبه ديالنا وجدت ديال القرعه. ونتمنى لكم اكله شهيه، ونتمنى من الله تجربوا هاد الاكلات راهم خفاف ومع ذلك يسخنوا الانسان في هذا البرد هذا، وبالصحه والراحه.